السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، ومن بعد غيبة طويلة رجعت لكم فلوق جديد. هذا الفلوق هو حول العطلة اللي قضينا في كرواتيا، مرورا بالمانيا، النمسا، سلوفينيا الى حتى كرواتيا. الصراحة هذا الفيديو ماشي للتباهي ولا شي حاجة، كلها وتدير على قدر الله، ولكن حبيت نشارك معكم يعني هذه المناظر الخلابة وفين كنا واش درنا. نخليكم فرجة ممتعة. هذه كانت الصباح لقيتونا في البومبة تنتقلو شوية ونكمل الطريق. شوفو هاد الفرخ خوتي، معمرين انا شتي فرخ بحال هادا. اش كدير هنايا؟ هانتوما بوحديتو كيدور مع راساتو. لقيتونا قربنا للنمسا وسترايك، قريب قريب من سترايك. وقفة اخرى في النمسا، يعني نقولوا البومبا التالية في النمسا، وندخلوا سلوفينيا ان شاء الله. استراحة اخرى في سلوفينيا، شربوا واحد القهوة.
واخيرا وصلنا الحمد لله بعد سياقه 1300 كيلومتر من هولندا وصلنا للمكان. نشارك معكم هذا المكان كلهم ديور الكرة البحر قبل تحت له انتم كتشوفوا كاين هنايا الطراشي الساروت يخليوه لك هنايا نادي خيطار كدير الكود كتلقى الساروت بحال ابارتمانتي عندكم تلفزيون عندكم هاد الفوتوي تيتحل تقدر تنعس عليه طبلة هاد الماكلة عندنا هنا كوزينة هذا بيت هذا ماريو فيه الشوفو طواليت حاشاكم فيه حمام دوش عندك كليما كاينه ها هي المهم داكشي محندق السلام عليكم وصباح الخير عليكم نكمل الجولة ديالنا هنايا شوفوا هادشي كلشي الكرا كاين هذا كامبينغ هنايا هادشي اللي كنشوفو هنايا كلشي للكرا اغلبية ما كاينش هنا السكان هادشي غير كيتكرا البحر بعيد شي 100 متر ولا 150 متر على الدار بعيد بزاف كاين هاد الكامبينغ هنايا وكاين واحد اخر من الجهة الاخرى يعني اماكن الاستجمام والاستحمام هنايا هانتوما كنشوفو شي كل شيء اللي كره هنا فيها هنا كذلك أبارتمانات كامبين كبير هنا كذلك كل شيء اللي كره كل شيء هنا كذلك هانتوما كتشوفو زين من روم كامر كذلك فوالي هنا كاين واحد الحانوت هذا هنا واحد الخضارة شوية الفاكية شوية الخضرة شوية الدلاح الزيت البلدية الحانوت اللي قلت لكم
نساوش حتى هما عندهم مول الجيل الصفر ها هو الاساس الباركير. هنايا كامبينغ كذلك. حتى هذا كامبينغ هنايا. البحر. وهذا ها هو البحر. بحر زوين، بحر الأدرياتيكي. ولكن إذا ما كانتش عندك بحال هذه ما تعومش من الأحسن. كاين هذا أوتيل هنايا جنب الكامبينغ. والبحر خلاص هادن زوين لطيف. البحر الأدرياتيكي معروف، مغارقش بزاف، لطيف الأمواج. أنتم ما كتشوفوا الجهة يعني الشاطئ عندهم رائع رائع رائع. هو الشواطئ ديال كرواتيا كلها كتلقاها يعني هكا حجر، ما عندهمش شواطئ رملية. كتكون بعض الشواطئ اصطناعية ولكن الأغلبية تكونوا هكا يا حجر يعني كتشوفوا هكا. لقيتونا في واحد الريستوران، ما نقدرش نصوركم الناس ولكن نصوروا شنو تناكلوا. We'll be right back.
اليوم قررنا نجيو لأسترلانديا بارك. شوفوا اخوتي شحال ديال الدحازات في هاد أسترلانديا بارك. مرحبا بكم في أسترلانديا اكوا بارك. بارك كبير كبير بزاف الصراحة.
قمنا واحد المنظر هنايا جميل رائع رائع. شاهدوا معايا. هذه بحيرة في ألمانيا. اجيو